هو منو هذا؟ انت منو؟ انا عبد الله. ايش بغيت؟ حامد علامك على صبي شوي شوي عليه. من تبي؟ خلاص روح. شنو هذا بعد؟ من هذا؟ هو ايش هالعبو؟ يا الله. ما؟ هلا يمه. هلا يمه. هلا حبيبتي، شلونك يمه؟ بخير. شلونك يمه؟ عمتي شلونك انتي؟ انا الحمد لله زينة. الحمد لله. يمه؟ يمه انا بطلع شوي ماني متأخرة. وين رايحة؟ ام جاسم يارتنا تنقصت لنا اغراض ورايحة اشكرها. ان كان عند الباب. مو شغلك. يمه يلا تعالوا حياكم. عمتي احنا جايينش بخبر حلو. ودنا نفرحك. قول يمه. الله العالم يا يمه، انا كان ودي ميرا تكون موجوده بيننا واقول لك الخبر. بس يا يمه انا حامل. مبروك يمه، الف مبروك. حبيبتي سوي اللي قالت لك عليه ام عابد، ولا تخلي رايلك يشوفك، ديري بالك. مبروك يمه. الله يبارك فيك عمتي. عسى الله يرزقكم بالذريه الصالحه وترجع منيرة عشان تفرح معانا. نير تعالوا يمه، تعالوا تعالوا قعدوا. خطاكم السو يا موزة. ما خطى السو، السو قاعد في بيتنا. هتقولين هالحكي، الشرطة ايش قالوا؟ الشرطة يقولون لا تطلعون من البيت، أخافتي وعوايدها تطلع ما ترد. صلي على النبي. اللهم صل على محمد. محتاجة شيء؟ محتاجتك يمي. أنا يمك موزة. أي بهالفريج طول عمرها. الهم دخل بيتنا يا غازي. وندخل يترك أثر. مثل النار. اللي شبت ما تخلي وراها غير الرماد. موزة أنا عيوني لك، أي شيء تحتاجين أنا يمكم يمكم يمكم. أبيك تكون يم بيتنا، عينك عليه. تدري أبوي مسافر وإحنا حريمي بروحنا، ما حد يمنا. على الخشم. حاضر. ما عليك أمر أخوي. هلا يا أختي. أنا مضيعة طريقي. ما أدري وين بيت غازي؟ هذا بيت غازي أختي. جزاك الله خير. حياك الله أختي. يخليك ابني، الله يخليك. ترى انا امي وابوي عندهم بيزات ويعطوني كل اللي تبي. ترى انا بنت النوخذ اشهاب. والله ترى انا ما شفتك ولا سمعت صوتك. الله يخليك ابني، انت مبين عليك قلبك عطوف. هدى هدى لما هدى الله يحفظنا. شو
Oh, my God.